السلام عليكم حبيبات، صباح الخير صباح النور. كيف الصباح؟ سو كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا مزيانين، تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. نقول لكم صباح الخير على حسب باقي الله 8 فايت شويه 8 ونص الصباح. اليوم جبت سنين نوض بكري ولابسه وجده، ما عرفتش واش عارفه لكم، لابسه على اللي هي الحوايج سبورت. حسب اليوم ان شاء الله باذن الله عاد نبدا خيناسي، وغادي نبدا نمشي لاصال نعمل شويه ديال الرياضه. عندنا اسامه ولي هنايا فايقين فيقصب على بكري، حسب اسامه غادي يبقى لي هاد السويعه اللي غادي نمشي ان شاء الله، غادي يبقى لي مع لايان، وانا ان شاء الله غادي نمشي نصري تحت تيتو على حساب محتاجه نعمل رياضه، لا جسديا ولا نفسيا بحال اللي غنقول لكم. نحيد هذا شويه ديال ستريس، وابارتين نهبط كيلوس اللي بقاو لي مورا الولده. بون جبرتوني قلت نعدل الفطور، داكشي اللي كنبدا معكم بلوك نوريكم الفطور اللي وجدت اليوم. عندي هنايا بانكيكس ديال الشوفان، دهنتهم شويه ديال الكريمه ديال الكاكاويت ولا كريمه دبيان، درتهم شويه ديال العسيله وشويه ديال فرامبوسيتا، هادو اللي كانوا باقي لي قطعتهم طريفات وفرقتهم هيدا، وعملت واحد العصير ناتورال ديال التين. وانا اسمه تما كندوخ بالنعاس. صباح الخير. المهم ولا يعني تتهيا تما كفايقه. المهم غادي نفطر ومن بعد ان شاء الله يا ربي غادي نهز الحاجه ديالي وغادي نمشي. بونا هادي تاع الموتيلا هادي دي مومنتو تنشري واحد الساك ديال الخيمناسيو، مس فيها بوت فوطا ديال الحاجة ديالي كاملين، الماء أو ليك العريس. بونا أنا موتيلي تيتستيكلا وصافي. بالنسبة لخيمناسيو كيما قلتلكم دابا أول نهار غادي نمشي لخيمناسيو هنايا بولا فين كنسكن، غادي نمشي نعمل بعدك واحد الدور يوريوني خيمناسيو داكشي. واليوم عندنا نهار ديال بريبا، اليوم غادي نجرب، كنتمنى ربي يعجبني خيمناسيو. كان خاص نمشي معايا أسامة كنخاصو ضروري شي واحد يبقى معايا لين في الدار، داكشي يبقى أسامة هنايا في الدار مع ليان، وأنا ملي غنمشي غادي نسجل الماكينات اللي كاينة، ملي غادي نجي غنوريهم له غادي يقولي واش بالي لابين عند خيمناسيو ولا لا. إيوا الحبيبات ديالي هكدا وصافي، اليوم إن شاء الله غادي دوز معايا النهار، اللي عملتو غادي تعملوه معايا وصافي. أمو يسعد مامي، أنا غنمشي نعمل شوية دلياضة ونجي. أي لاف يو مامي، أي لاف يو ضحك الدربح، غنخليك مع بابي تهلا فيك وتهلا فيك، صافي أنا ميتة. I love you. Papita, I'm sure you can see me. So. صافي حبيبات ديالي جالسوني عادي كسالي، الصراحة عجبني باستانتي خيناسيو. أول حاجة قريب من الدار، ثاني حاجة فيه كل شيء، فيه بيسينا فيه ساونا فيه كلاسيس فيه كل شيء صراحة. كنظن غنشبر واحد الباك يكون فيه شوية من كل شيء باش كلها نعمل حاجة في شكل. كما قلت لكم ما عنديش خيناسيو باش نحيد معايا كيلوس اللي بقاو فيا، خاصني حسابش نحيد شوية ستريس بالخصوص مور الحمالة وداكشي، معرفتش كون بقا فيا شوية ديال ستريس داغي كنتستريسر على داكشي ان شاء الله يا ربي. يعني ماشي غير بحال نقول لك فيزيكامنتي طامين، خصني خير في ديال الحاجات اللي يعاونوني مينتالمنتي، بحال نعمل يوغا، بحال نعمل كما قلت لكم بيسينا، مره نمشي نجلس في سبا كل نهار وكيفاش حال شي حاله شوف واش متخسر. حبيبات ديالي سمحوا لي بزاف، نوصلت للدار وسما ولا نعسو، وانا يا صراحه بقيت متلوفه ما قدرت نعدل حتى شي حاجه، ما كنشوفش نصدعو من تحت، بقيت كطلع فوقي نطوي شويه هاد الحوايج، من بعد عدت الباص قديت ما مسمحلي ما صوتكم حتى شي حاجه. دابا جبرتونا لبسنا علينا ثلاثه بينا وخارجين على حسب ان شاء الله يا ربي غادي نمشيو نتسخرو، نمشيو اللي بغينا نتسخرو، وخصنا ندوزو كاريفور على حسب خصني نشوف واحد كراسه هكذا نتيراتا شو شمل كانت عندهم، كنتمنى ربي نجيب لهم باقي عندهم، غادي نمشي نشوفهم كنتمنى على حسب ما كرهتش دابا اللي مانيت ما كنصحى الاربع عاد تيراسيتا بالكون اي ان شاء الله ربي. بونو بقاو معنا باش ان شاء الله نمشي نشوفو يا ربي نجيب شي حاجه في كاريفور. بونو سبقنا من ليدل ياك اسامه، سما عامل علاقه نهار عليا ونهار عليك، ولا ينعجب الحال
عرفتي يلا لبسنا ليلى خرجنا الزنقه حسينا برد عاود عملنا لها التقاشر عملنا لها التشاكيتيطا الجو مره حمق كيتبدل الجو بوينو بنات دوزنا كاريفور ما جبرتي ديك الكراسه اللي كان خصني كنت جبرتهم بصراحه كانوا عندهم هيدا الدخله كانوا هادو واحد جوج ثلاثه سيمانات كنت جبرتهم ب 100 يورو انا قلت لهم ماشي مشكل ساعه كنجي نديهم اذا كنت غادي عندك خصني عبر قلت صافي ساعه كنديهم دابا ملي رجعت جبرتهم ما كاينش ودخلت نشوفهم اونلاين جبرتهم عملوا لهم 140 زادوا 40 يورو خصني نطلبهم وغيوصلوا لي نهار 6 في الشهر المهم على كل ما عرفتش شنو غادي نعمل دابا يمكن غادي نمشي نطلع غادي نقلب على موديلات اخرى في امازون حسب كان مدرهم زيون ولكن ماشي شي حاجه يعني كنت اذا كنت مثلا نقدر نزيد مثلا 20 يورو ولا 40 يورو ونجبر راسي حاجه ما حسن نقدر نشري الصراحه من امازون حسن بوينو ديك الساعه ان شاء الله يكون خير انا غادي نشوف ولكن الصراحه بقى فيا الحساب كنت عاول نهار الاربعاء نعدل الدراسه قلت صافي انا غادي نعدلها لكن على هذا القبال هذا ما كنظن شي على حساب طلبت من ما طلبتش نستنى باش يوصل انا نشوف قدر امازون يوصل لي غدا المهم نمشي نطر ونشوف ويكون خير يا ربي صباح الخير صباح النور كيف صبحتوا بوينو مشيت البارح الاول البارح كنت مشيت مع اسامه كاريفور نشوفوا ديك الكريسه صراحه كنت عاود عليهم ما جبرتهم مشيت كنبقاش في امازون ما جبرتش شي حاجه غادي توصل لي داغيان اللي عجبتني واللي غادي تجي لي مع ميني بالكون ديالي حسب وانا ميني تيراسا بالكون ديالي على حسب بالكون ستيتو الصراحه مشي كبر بزاف على داكشي اللي قررت غادي نعمل غادي نوجد كلشي وغادي نخلي ان شاء الله ربي الجليسه يعني بالنسبه ديال الصوفا ولا كراس مساوج ديك الكراسه ديالو ولا شي حاجه ماشي دابا بلات شويه عاوتاني ان شاء الله يا ربي تدوز لي السابعه ديك الساعه عاوتاني نشوف شنو غادي نعمل هنايا المهم على كل اليوم ان شاء الله غادي نعدل معكم تيسبيد غادي نغطي هاد التراسه هادي غادي نقول لكم التراسه بالنسبه لي عمر ما شافها والحاله التراسه هي هادي هنايا عندي العلاقه الحوايج نحيدها دابا وتماك عندي الحاجات اللي وصلوا لي نوريكم بانو هادي كنت شريتها من اكس اللي تعقلتو هادي كنت شريتها من اكسيون كتجي بحال هيدا الفوق غادي نغطي بها من بعد شريت هذا تحت فوالا شريت هذا بحال اللي كان عندي بداد اخر اللي عقلت عليه هذا تا واش نغطي به هذا فيه مترو ديال الطواله على 5 ديال المترو تا واش نغطي به لاسبوع نوريكم المنظر اللي عندي هنايا صراحه ما عنديش شي منظر اللي غنقول لكم مشكل اكثر من منظر المشكل هي يعني دخلت هنا انجلس يعني الناس كلشي غادي يتفرج فيها داك الشيء بغيت نغطي ونطلع هكذا شويه حقا غادي تسلس شويه الدار من داخل ولكن ماشي مشكل كنفضل صراحه ومن بعد شريت تيسبيد هذا ديال الارض هذا غادي نعمله ان شاء الله هنايا واخا هاد اللوح هذا ما بهش ولكن جاني مي 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 ديزغاستادو هذاك الشيء فكرت قلت غادي نعمل تيسبيد حسن المهم اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي ندخل هاد الحوايج هادو كاملين غادي ندخلهم غادي نحيد هادشي هذا الشيء جبرت هنا في الدار هذه داك بقى هنايا هاد البلانطيطه ديالي غنخلي مزيونه شويه اما هاد الحجاره هادشي داك خاص نحيدو كما كتشوفوا البالكون خملته خليت هاد البلانطه هادي هي اللي خليتها ودابا ان شاء الله غادي نعطيه واحد الملاتيت سيطه غادي نسيكم مزيان غادي نحكو هدا بالموش الطابه وجيت هنا واحد السطال معمر بالماء والصابون عندو شويه امبيانتادور كونتينر باش نخلي نسيمه هنا مزيانه في التراسه ودابا غادي نجيب واحد الشطابه وغادي نحكو مزيان ان شاء الله ربي بنات شوفوا شنو وقع الماء كامل هبط من طرف الجيران انا ما كنتش عارفه انا كازي لي يعني كنا شي طوبو كيهبط الماء عادي صدق الماء كامل كيهبط من طرف الجيران جبت الجفاف باش غادي نكمل الجفاف وصافي كل ما يجي يحيحوا عليا من الارض كتزاد الشتا فواحد الشتيتو يمكن غادي نبدا نعدل غادي نبدا نغطي هنايا اول حاجه غنستعمل شوفوا دخلت كلش من هنايا باش نقدر نسيح اول حاجه غنستعمل هو هذا شنو دابا خصني نجيب المترو باش نفكر بالضبط شنو غادي نغطي شنو غادي نخلي لحسب هنايا إيه 5 متر وكنظن ما يقدنيش المهم انا غادي نجيب مترو ونجي نعبر
فكرت غادي نبدا من الجهه هذه على حسب هذه اكثر جهه يعني هذوك الرافي هذه الزنقه هذه هي فين كاين واحد الباركي هذا الزنقه وهنا كاين الناس بزاف مازال الجهه هذه دبقات لي واحد الجهه مثلا هذه الدنيا هانيه ما عرفتش حتى شي واحد من هنايا ودبقات حتى شي طريف من هنايا ماشي مشكل على حسب المهم يكون الخير غادي نزبق من هنايا وصافي على حسب هذه اكثر جهه باش تغطى البارح مشيت شريت هادو من عند البازار هادو اللي كزيرو بيهم هادو باش نزير بيهم ديك ياخو لي بيج وهادو باش نزير بيهم ياخو ديال الوراق بنات مشى البلان ديالي كامل في الزيرو جيت نعدل لك شي ما نقدرش بوحدي تيخص لي ضروري شي واحد يعاوني اسامه دابا عاد خرج للخدمه واخا ماما ديالي مع ديك اللي بدات تبكي وباقا ما فطرتي المهم عاد نشوف نعيط نخيس معايا داك عنده واحد شويه ديال الوقت يجي يعاوني وما كانش عنده الوقت غادي نضطر نخلي هادشي هذا تسان غدا في الصباح ولا ما نعرف فوقاش بقى فيا راه سبق خصني نعدل اليوم الصراحه ودابا عاد جا عندي اسماعيل وعاد النوم الصراحه واقع مش مسالي نشوف هادي باقي معوجن باقا على حساب البيضات اللي عندي هنا عاد ستدوين وصحوا لي غير هنايا هنا خصني بيضة صافي يكونوا شويه اكثر كبارين باقي غنشوفهم ان شاء الله وغادي نلصقهم هنايا فوقي هيدا دابا غادي تشوفوني لابسه عليا حوايج اخر على حسب بلاصتي دابا عادك جيت خرجت نشري هادو على حساب ديك اللي عندي صغارين وما كافونيش من كل شيء يعني خصني اخر نكون شويه اكثر كبارين حيت كاين واحد الحدايد اللي غلاضين واخر اللي رقيقين عرفتي هاد الطرات هادي ما غاتخرج مني صراحه يعني ما غاتعدل ما لقيت لاش داكشي اللي كان خصني بالضبط كرهوانو ماشي مشكل ان شاء الله ربي خير نشوف دخلتني لا يعني تاني عمل شي حاجه وصباق لي خدام بقى 7:30 العشيه بوحدي سي دابا غير انا وليان في الدار هذا واحد من كونفونتوس اللي كنت ديت هذاك على بريماك ديال ايورو 80 ايورو 80 كيجي حلو نشوف كضحك عجبك انت هنا كيفاش جاك يا جاك حليلو يا ماميتا ديري جاك حليلو حليلو ما عرفتش شنو جيت معاه ولا هو جا معاك انت نقلا جيت معاه ياك منونه ديالي ياك كمويشا مامي انت كتي يا حنونه حنونه يا حنونه يا تخلي امي تعمل السغول ديالها ولا غادي نعملها في الكرسي ديالها هو عندي هنايا وغادي نخرجها قدام الدراسه ما عمري خرجت يمكن نخرجها اليوم دابا كما كتشوفوا انا غطيت هاد ديالي كامله واخا انا من هنا كنشوف الناس كاسين بوسيبل يشوفوني على حسب بعد بزاف كما كتشوفوا الدور الاغلبيه بعادين مهم الصراحه موي بيان عجبني ودابا غادي ندوز نعدل ياخور غادي ندوز نعدل هذا ديال الربع غادي نعملو في الجهه هذه اسافي كديري كنصنع من واحد الكليسه هنايا بون ان شاء الله ربي يكون خير كل حاجه في وقتها دابا نزبق نغطي البلاصه ونعدل الكاسبيد في الارض ومن بعد ان شاء الله يكون خير وها انا عدلت هاد وريقه هادو عدلت الجهه هادي وهادي خليتها هكا كما كتشوفوا نص نص طبعا شطب هاد الروينه هادي اللي بقات شوفوا ومن بعد ان شاء الله ربي ندوز نعدل تشبيت دابا من بعد ما عبرت لقيتو هنايا كنقطع قياس عاد يبقى لي هاد الطرف هذا هنايا ما عرفتش شنو غادي نعملو واش نخليه هكذا هذاك الطرف ديال اللوح نخليه هكذا كما هو واش نزيد نقطع من هاد الطروفه هادو ونحاول نعمر الجهه هادي كاندون غادي نخلي هاد الطرف هذا هكذا كما هو ماشي مشكل هنايا اللوح وهنايا التيسبيد على حساب فكرت نقطع صراحه الطروفه غادي يجي داكشي ملبق بزاف غادي تجي الطريفات ستدوين غيبقاو يتحركو هنا بوحديتهم هذاك الشيء يمكن غادي نخلي الجهه هادي هيدا وصافي هاد شويه اللي شاط لي ما عرف نقدر نقطع شي طرف نعملو تما يكون فوقي بوينو يكون خير صافي نشوف شنو نعمل به وهذا هو الشكل النهائي صراحه انا عجبني هاد اللوح هذا ما جاش خايب يقدر بالفيديو كيجي شويه في الشكل ولكن مباشره صراحه جا مزيان انا عجبني ودابا غادي نعلق هاد البومبيات هادو كنت لبسهم من شين كيخدمو بلاكا سولاريس ما كانوش داو يتشعلو على حساب خصهم يقيلو في الضو المهم انا ما عرفتش صراحه كيفاش كيتركبو غنعلقهم دابا غادي نجرب غدا بلاكا سولار هذاك الخشوه هنايا المهم يكون خير دابا غادي نجرب نعلقهم
وها هما الديوان عيشوا دابا يكونوا متفيين على حساب خصهم يتشارجوا فقايله. وانتم شفتوني دابا عملتو التقييم بدا كينزل الليل، شوفوا السما بدا كينزل الليل، بعدك عدلتهم عاد غير الديوان ديال التراسه وصافي. المهم صراحه الديكور ديالهم جاو كيحمقوا كيشنو، اذا رديت بالت عدلت غير الجهه هذه على حساب ما تسعش كثار، يعني هادشي اللي طلع عادك ان شاء الله ربي غادي نزيد نطلب اخرين بحال هادو نيت، غادي نطلبو من شين ونعملو في الجهه هذيك اللي بقات خاويه. اذا رديت بال يبقى لحم البيت ديالي على وشك النهائي.